تعالوا معي لندرس رحلة ميلاد الرب يسوع المسيح. في هذه الدراسة سوف نراجع التجهيزات النبوية من النبوات التي تحدثت عن مجيء المسيح المخلص. سوف نكون سوية ونسافر إلى مواقع الحدث، منها مدينة البشارة في الناصرة في الجليل، ثم سنذهب إلى جبال اليهودية إلى عين كارم، حيث تقابلت مريم المطوبة مع نسيبتها إليصابات أم يوحنا المعمدان، ثم سنذهب إلى وادي قمران في الصحراء لنتحدث عن اكتشاف مخطوطات قمران ومنها مخطوطة إشعياء النبي، ثم سنذهب إلى بيت لحم مكان ولادة يسوع المسيح، ثم إلى حقل الرعاة في بيت صحور، ثم سنزور مدينة أورشليم القدس ومواقع عديدة. في هذه الرحلة سنتعلم عن الخلفيات الحضارية والاكتشافات الحفرية والمعلومات التاريخية المحيطة لولادة يسوع المسيح. لا تنسوا مشاهدة هذه الرحلة الشيقة، والرجاء التواصل معنا.